مرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن نصر عباس. كابتن نصر اهلا وسهلا بك. تحياتي لك كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه نادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للكبار الكابتن علاء مهوب، كابتن اسامه عرابي، كابتن علي عبد الرحمن، وكابتن احمد. اهلا وسهلا بيك الله يخليك. خلينا في البدايه نقدم التهنئه للنادي الاهلي، مجلس اداره النادي الاهلي بالكامل برئاسه الكابتن محمود الخطيب. بنقول له الف مبروك، مبروك للجهاز الفني والاداري، وايضا مبروك للاعبين داخل ميدان اللعب كابتن ايمن. الجمهور طبعا النهارده مفيش شك كان ليه دور كبير جدا 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 في هذه المباراه. النادي الاهلي النهارده يعني قدم يعني نموذج رائع لكل شيء جميل، اداء متميز، روح قتاليه عاليه جدا. اللاعبين داخل ميدان اللعب كله بيخاف على كله كابتن ايمن. حقيقة طبعا كل شيء النهارده جميل النادي الاهلي النهارده قدمه في هذه المباراه. الف الف مبروك للاعبين داخل ميدان اللعب، ونتمنى ان شاء الله باذن الله في المباراه اللي جايه النادي الاهلي ان شاء الله يفوز ويعدي ويلعب النهائي. طاقم التحكيم النهارده كابتن ايمن كان استرالي، الحكم الاسترالي كان هو الحكم الاساسي كريس بيس، وكان معاه انطون، وكان معاه بيكهام اللي هم المساعد رقم واحد ومساعد رقم اثنين. الحكم الرابع كان حكم من فرنسا كليمنت، وكان على الفار الحكم بابلو من الارجنتين. يعني تقدر تقول النهارده طاقم تحكيم من كل جنسيه كان موجود بيمثل هذه المباراه. بشكل عام ايضا النهارده لما بنيجي نقول ان الحكم النهارده كابتن علاء ما حدش حس بيه. يعني احنا النهارده لما بنحسش بالحكم تعرف ان النهارده الحكم نجح بشكل كبير في المباراه. مفيش اختبارات داخل الصندوق يا كابتن اسامه، يعني مفيش ركلات جزاء هنا او هنا، ولكن كان الحكم متواجد بكل سهوله على ارض الميدان، بيتحرك بتمركز فاهم كويس قوي، ما عصبش اللعيبه، كانت قراراته كلها على الفريقين، كانت بميزان واحد. واضح ان هو فت كمان وشكله صغير. بالظبط كده، هو 37 سنه، وهو طبعا بيامل النهارده من خلال هذه البطوله ان هو يروح يعني في نقطه ثانيه او حته ثانيه اعلى من هذه البطوله. انا يمكن في لعبتين كابتن بلال لو احنا نرجع كده عشان احنا بس ما عناش الحالات، هي في الدقيقه 64 كانت في لعبه لكريم داخل الصندوق، وهي الكره كانت معموله اوفر، كان هو طلع نجح وطلع وارتقى ولعب، واللاعب المهاجم اصطدم براسه، وكان هنا كان يجب على الحكم يحتسب مخالفه. الدقيقه 84 يمكن الحاله دي كمان باختلفت مع الحكم فيها، اللي هي اللاعب عمل تاكلينج مع قفشه كابتن علاء. ده كان لازم انذار كابتن، وكان صح. احنا مستنيين ان هو يحتسب المخالفه ويشهر البطاقه. صح. خلى اللعب يتواصل، انا قلت ان هو بيدي تحت فرص. انت معايا كابتن عادل؟ ومفروض حتى لو انت اديت تحت الفرصه بترجع تحتسب بتشهر البطاقه الصفراء. للاسف هو طبعا القرار ولا حسب المخالفه ولا ادى تحت فرصه، وحسب رمي التماس لصالح الفريق المونتيري. يمكن هم دولت الحالتين اللي النهارده انا شفتهم. بشكل عام النهارده زي ما قلت لك الميزان واحد في العقوبات الانضباطيه في الاخطاء الفنيه. تعال بقى نروح للمساعد رقم اثنين كابتن ايمن، النهارده عنده 8 حالات تسلل، ودي حاجه في المباراه ما بتحصلش. والثمان حالات تسلل كابتن عادل صعبين جدا جدا جدا. يعني هو مر باختبارات، انا النهارده بقول باستثناء ما شاء الله عليه، عمل 8 حالات تسلل باستثناء حاله واحده بس كابتن بلال يمكن رفع فيها خطا، ولكن بشكل عام النهارده كان متميز في الاداء. حتى كمان لما نيجي نقول طاقم التحكيم بالكامل النهارده ادار المباراه بكفاءه تامه، ما حسيناش بيهم، واعتقد ان هذا الطاقم يعني هيكون ليه دور في المباراه القادمه كابتن عادل. يمكن لو انا معايا الهدف هوريك تمركز الحكم وعنده القراءه المستقبليه لطرق واساليب لعب الفريقين. شوف هو لا ارجع تاني، هرجع تاني للهدف ده. طبعا هو هدف جميل محمد. شوف ستوب 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 ستوب، بص يا كابتن، هو عاوز يروح في الناحيه الثانيه عشان ايه كابتن علاء؟ عشان لما كنت رافع يبقى الزاويه كلها مفتوحه. الله عليك كابتن بلال، لازم الرؤيه تبقى صح. هياخد اللعيبه، انا ما تقلقش، هياخد اللعيبه كلها كابتن عادل عشان لازم انت كمان عشان المساعد. شوف هو هيعمل النهارده في تكنيك هنا، خلي بالك صعب انك انت كحكم تحسب المخالفات وتعمل تكنيك في الجري، لان الجري ده ليه قصه ثانيه. مظبوط. النهارده هو بيركز في الاحداث وفي المخالفات، ومع ذلك بيعمل تكنيك. تعال شوف التكنيك اللي هو عمله هنا، نشوف القرايه. يلا خلينا نمشي، الحاله دي مهمه. بص لف كده كابتن عشان يروح من الناحيه الثانيه في الناحيه البعيده، ثم هنا بيقرب طبعا اكيد، وهنا طبعا محمد هاني نموذج في التسديد، طبعا حاجه جون عالمي النهارده جاب محمد هاني. عايز اقول في النهايه
ان الحكام النهارده ما حسناش بيهم وادوا مباراه بشكل عالي جدا. كابتن ايمن نتمنى ان شاء الله نتمنى المباراه الجايه ان شاء الله النادي الاهلي يصعد فيها ويكسب، ودايما النادي الاهلي بيثبت دايما المستحيل. مفيش مستحيل يا كابتن ايمن. صحيح والله مفيش مستحيل. مزبوط. يعني انا فرحان وسعيد جدا جدا بهذه المباراه. فريق كامل ناقص النهارده ما بيلعبش، ومع ذلك اللعيبه ادوا على شكل رائع جدا جدا، والف مبروك للنادي الاهلي. شكرا جزيلا لخبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن نصر عباس. بنتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه استوديو التحليل لمباراه الاهلي ومونتير المكسيكي في بدايه مشوار النادي الاهلي كاس العالم للانديه، والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 1-0. الف مبروك للنادي الاهلي. يلاقي ان شاء الله النادي الاهلي في الدور قبل النهائي بالميراس بطل البرازيل. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي في المباراه القادمه ان شاء الله. حابب في النهايه اشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا وامتعونا النهارده، كابتن اسامه عرابي. الف شكر يا كابتن، امتعتنا. شكرا ليك والف مبروك للنادي الاهلي، وان شاء الله عقبال الماتش بالميراس ان شاء الله باذن الله. كابتن عادل عبد الرحمن شكرا لك يا كابتن، ومبروك للناس كلها، وربنا يكرم في اللي جاي ان شاء الله. كابتن علاء مهيوب الف شكر يا كابتن، امتعتك. اشكرك يا ايمن، مبروك ومبروك لجماهير النادي الاهلي، وان شاء الله المباراه القادمه هي صعبه لكن ربنا ان شاء الله يكرمك باذن الله ان شاء الله. كابتن احمد بلال مبروك يا كابتن. الله يخليك كابتن، مبروك للنادي الاهلي. بكره ان شاء الله منتخب مصر، وان شاء الله الاهلي في الدور في السيمي فاينل، يعني يا رب الفرحه تبقى فرحتين باذن الله. شكرا يا كابتن. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر لكم مني. اطيب المنى وارق تحياتي.